أحسن الله إليكم. هذا السائل من المغرب يقول لفضيلة الشيخ: إنني من الذين يحبونكم في الله، وأرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يحدثنا عن الأولياء. نسمع كثيرا عن الأولياء، ونسمع كثيرا عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء، فهل لكم في ذلك حديث؟ جزاكم الله خيرا. أولياء الله سبحانه وتعالى بينهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله عز وجل. وليست الولاية محصورة على طائفة معينة من الناس، وإنما ولاية الله لكل من اتصف بهاتين الصفتين: الإيمان والتقوى. والأولياء لهم كرامات، وهي الخوارق التي يجريها الله على أيديهم، إما إكراما لهم وإما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم إليها. فالكرامات تكون إما لبيان الحق أو لحاجة الخلق، إما آية على الحق وعلامة على الحق، وإما أنها لحاجة الناس إليها. وليس من لازم الولي أن تكون له كرامات، فكم من ولي لله عز وجل ولم يجد على يده كرامات. فليس من لازم الولاية جريان الكرامات. ثم أيضا يجب أن نعلم أن الأولياء وإن جرى على أيديهم كرامات، فإنهم لا يعبدون من دون الله، ولا يغلى فيهم، ويعظمون أكثر مما من حقهم، فإنهم بشر مخلوقون فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتخذون أربابا من دون الله كما يفعل الخرافيون الذين يتقربون إلى القبور والأموات ويقولون هؤلاء أولياء. فأولا الولاية لا تثبت إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الولاية للمعين لا تثبت إلا بدليل. أما كل من زعم الناس أنه ولي يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وثانيا لو ثبت أنه ولي لله فإننا لا نتخذه ربا نطلب منه حوائجنا ونستغيث به في مهماتنا، وإنما نقتدي به في الخير ونحبه في الصلاح. ولكن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يستغاث به وهو الذي ينذر له ويذبح له ويصلى له. العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لمخلوق مهما بلغ من الصلاح ومن الولاية. فهذا أصل يجب معرفته، لأن كثيرا من الخرافيين ودعاة الضلال اتخذوا هذا وسيلة من الشرك بالله عز وجل لدعاء الأموات والاستغاثة بهم. وإذا نهوا عن ذلك قالوا: هؤلاء أولياء لله يشفعون لنا عند الله ونتقرب بهم إلى الله. فنقول لهم: هذا هو الذي ذكره الله عن المشركين الأولين، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أنزه نفسه عن هذا العمل ووصف أهله بالشرك، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم بالكذب، الذين يعملون هذا العمل ويقولون هذا القول وصفهم بالكذب ووصفهم بالكفر. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والله نهى أن نتخذ من دونه أولياء، فيجب علينا أن نعبد الله وحده وأن ندعوه مباشرة، وأن لا نتخذ بيننا وبينه وسائط يبلغونه حاجاتنا، لأنه يعلم حالنا ويقدر على إجابة دعوتنا، فهو ليس بحاجة إلى الوسائط عنده.